صاحبي بعتلك لبوبي وقال لها صاحبي بيراب يا بوبي وبيعجبها اشتراك جدا وبعتت لي فولو على الانستا بعتت فولو وانا عملت فولو باك كله على عادي لحد دلوقتي فيش كلام حسيتش بانسجام ولا حسيت اصلا بجاب بس هي فهمت عكس كده معرفش ازاي وانا مش مامنها مش مستني اصلا اي حاجة منها ما كنتش حاسسها ما بقصش الحاجة اللي انتو عايزينها كنتش بفكر في الاختلاط بس انتي خليتيني افكر فيه بيبي انتي خلاص في جواكي شخصيات كتير انا اللي بحرك اللعبة انا مش الملك ولا الوزير شايل في طبق جنزير عشان في بيتنا خنزير يا بوب اناش بلومك انتي اطلاق انا بلوم عطول اللي اسمه اكرامي عنده مرض على جسمه ظرف طار لو شفته هديله في وشه بالطار اكرامي صاحبي بعتلك لبوبي وقال صاحبي بيراب يا بوبي وبيعجبها التراك جدا وبعتتلي فولو على الانستا بعتت فولو وانا عملت فولو باك كله على عادي لحد دلوقتي فيش كلام حسيتش بانسجام ولا حسيت اصلا بجاب بس هي فهمت عكس كده معرفش ازاي قالتلي ما بحب سيرتك ليه ما بتغيرش تشيرتك عليه لو راح مش هيرجع حبيت ناسينا نبلع انا افضل كده لحد امتى هنا في ناس رخمة كل يوم تضيع سكينة تلمع وانا مش مهم كمل من غير ما جروحي تلم دلوقتي فهمت بس يا ريتني ما فهمت من السكة تعبت وندمت لما وصلت كنت بحمل الشخصية بس جيت وكنسلت بتقولي في حاجة تشدني ليك طب ليه دلوقتي بتتشديش يمكن عشان قلبك حديد وانا ما بقتش مغناطيس عمري ما بلبس شيك عشان ما بلش بالطين قالتلي انا هنهيك اكرامي صاحبي بعتك لبوبي وقال صاحبي بيراب يا بوبي وبيعجبها التراك جدا وبعتتلي فولو على الانستا بعتت فولو وانا عملت فولو باك كله على عادي لحد دلوقتي فيش كلام حسيتش بانسجام ولا حسيت اصلا بجاب بس هي فهمت عكس كده معرفش ازاي